بعتقد صار فينا نبدي الندوة. صباح الخير جميعا، شكرا لانضمامكم بهيدي الندوة اليوم، اللي هي سلسلة من عدة ندوات معمولة مخصصا للخبازين والمطاحن. هدف هيدي الندوات هي إعطائكم بعض المفاتيح لضبط جودة الطحين والقمح. أنا اسمي جورج طويل، واليوم أنا بيشرفني ساعدكم لشوفيكم كيف فينا نقلل حاجاتكم لتجارب الخبز المخبرية، اللي معروفة إنه هي تجارب طويلة ومكلفة. بعض الملاحظات قبل ما نكمل بالندوة، في حال حابين تطرحوا أسئلتكم أكيد ما تترددوا، اعملوا معروف اطرحوهم بالمربع الكويشن والانسر اللي عم شوفك اياه هون. راح رد على كل اسئلتكم باخر الندوه، وفي حال تعسر الوقت لانه في اسئله كثير او الندوه اخذت وقت اطول، ما فيش مشكله، راح رد على كل الاسئله على البريد الالكتروني اللي استعملتوه لتسجلوا لهالمحاضره اليوم. خلينا لكن هلأ نبدي ندوتنا بمقدمة. خلينا نبدي بوضع مفهوم جودة المنتج النهائي بعين الاعتبار. خلينا ناخد أنه هدفنا هو نعمل إنتاج لمنتج نهائي يكون عنده جودة عالية. إذا بنمشي من هيدا المبدأ، لكن فينا نعتبر انه اليوم نصنع خبز او حيلا منتج مخبوزات للمستهلكين. يعني فينا نقول هدفنا هو ارضاء المستهلكين، يعني المستهلكين اللي هون عم رمزوا هلا بصوره هيدا الطفل. فهدفنا هو ارضاء هيدا المستهلك اللي تعود انه يستهلك منتج معين وعنده مواصفات معينة. يعني مثل ما بتعرفوا هل المستهلك بده يرجع يكرر التجربة تبعوله، يرجع يشتري نفس المنتج بنفس المواصفات من يوم للآخر، من جمعة للتاني، ومن شهر لشهر آخر. يعني اللي فينا نستنتجه هلأ هون من هالتحليل، في عنا حاجة ليكون في ثبات في جودة المنتج النهائي. يعني المنتج النهائي لازم يكون عنده مواصفات ثابتة خلال الوقت، لأنه المستهلك عم بيطلب مني هيك، لأنه المستهلك لازم يكون راضي. طيب اليوم كيف فيني لكن أنا كيف من الممكن الضبط ثبات جودة المنتج النهائي؟ هيدا الأمر فينا نأكد ضبط الجودة أو ثبات الجودة في حال قدرنا نعمل ضبط لعملية الخبز اللي بتيجي، يعني قبل العملية اللي بتعطي المنتج النهائي، وبنعمل ضبط للعمليات اللي بتيجي قبل مثل عملية طحن القمح لتحويله لطحين. بمعنى تاني، يعني اليوم نقدر نثبت جودة المنتج النهائي، علينا ضبط مثلا المواد الأولية اللي بتدخل بعملية التصنيع، وكمان ضبط طرق التحضير والآلات المستعملة لتحضير المنتج النهائي. اليوم نحن كشركة شوبان تكنولوجي اللي هي قسم من شركة كي بي ام، رح نقدر نساعدكم بهيدا الموضوع، بالأخص بضبط جودة الطحين ومشتقاته والمحسنات اللي انزادت على الدقيق، وبهالطريقة بنقدر نساعدكم لإرضاء المستهلكين. خلينا هلأ نشوف بهيدي الصفحة شو هو الهدف
من عمل التجارب المخبرية على الطحين أو على القمح. اليوم في حال أي عملية شراء للطحين أو للقمح بكل أنحاء الدول بالعالم، في عنا حاجة لينعمل ضبط لجودة المنتج المباع أو المنتج المشترى، لأنه في حاجة لنشوف إذا هالمنتج هو بيلبي التوقعات. إذا نطلع هلأ على صعيد مصانع المخبوزات، يعني هون مثلا شراء طحين غير جيد مثلا رح يكون عنده تداعيات تقنية وتداعيات مالية عالية. يعني اليوم تحسين استثمار سيء من وراء شراء طحين عنده كلفة واطية وعنده جودة رديئة رح يكون عليه فعلا تأثيرات وتداعيات مالية عالية. ليش عم بقول هيك؟ ليش رح يكون عنده تأثيرات مالية عالية؟ أول شغلة أنه في تأثير مالي عالي، لأنه في حاجة رح يكون عندنا حاجة هون لاستثمار إضافي لتصحيح المشاكل الناتجة خلال عملية الإنتاج. يعني يمكن في بالشركة عندكم تضطروا لتستعينوا بخبير فني من برات الشركة، فهيدا الخبير أكيد لازم يعني يندفع له معاش، فهيدا استثمار إضافي. يمكن مثلا نضطر لحتى نصحح استثمار سيء نستعمل محسنات إذا كانوا موجودين بأكثر الأحوال، راح يكون عندهم تكلفة. هيدا تصحيح استثمار سيء عنده تداعيات مالية عالية. ليش؟ لأنه كمان راح يأثر على شبكة الإنتاج، فراح يصير عندنا خسارة بالمنتج النهائي. في بعض الأحيان يمكن نضطر نوقف شبكة الإنتاج، فما بقى مش عم ننتج، ما في منتج نهائي، يعني ما بقى في شيء لنبيعه، فدغري عنده تأثير مالي. في بعض الأحيان كمان يمكن تضطروا تعملوا تعديلات على شبكة الإنتاج، تعملوا بعض التسويات لحتى العجينة تمشي بشكل سهل والمنتج النهائي يكون عنده المواصفات المطلوبة. فأخيراً كل هيدي المشاكل اللي بنقدر نلاقيها خلال عملية الإنتاج رح تأثر على المنتج بحد ذاته ورح تأثر على رضا المستهلكين. فمثل ما قلنا هو هدفنا رضا هيدا المستهلك. فمن هون برجع بردد إنه في حاجة ملحة لمراقبة وضبط جودة المواد الأولية، هون بالأخص هو الطحين أو القمح، قبل ما نباشر بأي عملية إنتاج لمنتج نهائي. وهون رح نقدر برجع بذكر نساعدكم بهيدا المنطقة. اليوم شو اللي تعتبر انه التجارب الخبز المخبرية هي واحد من أكثر الحلول المستعملة لنراقب ونضبط جودة الطحين أو جودة القمح. السؤال اللي بعده، هل فعلاً إنه تجارب الخبز المخبرية هي حل الوحيد؟ قبل ما أعطي جواب على السؤال، خلينا نشوف سوا شو هو مفهوم تجارب الخبز المخبرية. ببساطة تجارب الخبز المخبرية هي مثل فينا نشوفها مثل عملية إنتاج للمنتج النهائي على مستوى صغير، يعني كميات صغيرة بتعطي فكرة عن المنتج النهائي. الهدف منها إنه الخباز أو العامل بقى عنده فكرة عن سلوك العجينة خلال عملية الخلط والتحويل وخلال عملية الطبخ. التجارب الخبز المخبرية هي بتعتبر شيء كتير جيد، لأنه هي من الأقرب لتعطي نتائج للمنتج النهائي خلال عملية الصناعة الكبيرة. فإذا
فينا نستنتج انه هيدا حل كثير جيد وكثير فعال اذا استخدمناه بكفاءه وقدرنا نعرف حدوده لهيدا الحل. خلينا نطلع هلأ عن كسب وعن أوروب، شو هني معقول يكونوا الحدود للتجارب الخبز المخبرية؟ أول عامل بحد من استعمال هذه التجارب أنه تجارب الخبز المخبرية مش ضرورة بتشكل بتعطي فكرة عن كل خطوط الإنتاج وكل الآلات المستعملة وكل التركيبات الخبز أو المنتجات الخبزية اللي عم تصنعها المصانع، يعني مش بالضرورة هي بتمثل فعلا كل الأشياء اللي عم بتصير بمصانع المخبوزات. في أكيد في كم تجربة خبز هني محددة معترف عليها، مثل تجربة الباجيت هي هون بفرنسا، تجربة الخبز الأجنبي مثلا الـ ACC سبونج أندو بأمريكا، وبالمانيا مثل الرابيد ميكس بريد، طريقه الرابيد ميكس بريد كمان معترف عليها. بس هيدول التجارب مثل ما قلت مش ضروره بيمثلوا كل طرق الصناعه والخلطات الموجوده بكل المصانع بانحاء العالم. العامل الثاني اللي بيحد من استعمال تجارب الخبز المخبريه انه هي بتاخذ وقت طويل وبعض الأحيان عندك كلفة كتير عالية. يعني اليوم أنتم بتعرفوا أنه وقت بدنا نعمل صناعة خبز كمستوى مستوى كبير، في عنا وقت لتخلط لتطوير لنعمل العجينة لنشكلها، لوقت للتخمير ووقت للخبز. فدغري بنستوعب أنه هيدا بدها تاخد كذا ساعة. اليوم المصانع مش بإمكانها تعمل كل هالتجارب المخبرية لكل أنواع القمح وكل أنواع الطحين اللي بيوصلها للإنتاج. الشغلة الثانية، في حال اليوم كنتوا عم تشتغلوا بمصانع كبيرة وفي حاجة لتطوير وتركيب خلطات جديدة، يعني كنت تعملوا منتج جديد لأنه السوق عم بيطلب أشياء جديدة، في بعض الأحيان نستعمل مواد أولية غالية، وهيدي التجارب لكان الخبز المخبرية راح تستهلك كمية كبيرة من هالمواد الأولية وراح يكون عندها كلفة أعلى لكان. العامل الثالث اللي بيحد من استعمال لكان تجارب الخبز هو إنه هيدي التجارب هي عندها ذاتية كتير عالية، يعني هيدي التجارب نتائجها مرتبطة بالعامل الفني أو بالخباز اللي عم بيحضر العجينة لنقول، وعم بيعمل خبز العجينة لحتى يصير منتج نهائي. فاليوم هيدي عندها كتير حكم ذاتي لأنه هيدا نفس الشخص هو عم بيحضر المنتج وعم بيحكم على نفس المنتج، فأكيد هيدا الشخص راح يكون عنده تأثير بالحكم وراح يعطي مثلاً علامة بأكثر الأحيان تكون عالية. العامل الأخير اللي بيحدد من استعمال تجارب الخبز المخبرية إنه هيدي نوع التجارب بيعطي فهم محدد للأشياء اللي عم بتصير خلال عملية الصناعة. يعني مثلا اليوم أنا بقدر بعمل خلطة، بعدين بعمل عملية الخبز، بتطلع بالخبز بشوفه إذا الحجم عالي أو الحجم واطي. المشكلة اليوم مش قادر مثلا أنا أشوف شو هني العناصر المكونة للخبز وتأثيرهم، ليش عم بيصير معي الخبز عالي وليش عم بيصير معي الخبز واطي. فهون عنا فهم محدود بيجي من وراء تجارب الخبز المخبري. إذا برجع هلأ للسؤال اللي سألكن عليه، هل في بديل لتجارب الخبز المخبرية؟ خلينا نطلع سوا بهذه الصفحة، والجواب هو نعم في بديل للتجارب الطويلة والمكلفة.
بهيدا الجدول عم شوف فيكم المواصفات المطلوبة من المطاحن الإيطالية لقياس نوعية أو لقياس جودة الطحين. اللي عم نشوفه هون أنه بيطلب من المطاحن الإيطالية 4 مؤشرات لضبط جودة الطحين. عندنا المؤشر الأول هو نسبة البروتينات، المؤشر الثاني نسبة الرماد، وعندنا المؤشر الثالث هو وقت صوت الهاكبرغ، والمؤشر الأخير هو نسبة الجلوتينات. يعني وقت منطلع بهيدول الأربع مؤشرات الملزمين، يعني المطاحن الإيطالية ملزم تعطيهم لكل نوع من الطحين، فينا نستنتج اليوم نفهم من هالشيء أنه فإذا نعمل ضبط للطحين على أساس هيدول الأربع مؤشرات، فلكن الطحين لازم يكون عنده أداء جيد ويعطي تقييم يطلع عنا المنتج النهائي عنده مواصفات جيدة. سؤالي هون، هل فعلا اليوم إذا ضبطنا طحين باستعمال هيدول الأربع مؤشرات فينا نضمن شراء الطحين للخبازين وهالطحين يكون عنده أداء عالي ويعطي منتج نهائي مع مواصفات مرتفعة؟ الجواب بكل صراحة هو كلا وكلا، رح شوف فيكم البرهان على ذلك. خلينا نطلع باستعمال نسبة البروتينات. حكينا عنه أنه هو مؤشر ملزم للمطاحن الإيطالية، فبيعتبر أنه لازم يضبط جودة الطحين ويعطي بيؤدي لوصول لمنتج نهائي جيد. نسبة البروتينات هو مؤشر مهم، هو بيعتبر مؤشر سهل وسريع الحصول عليه بواسطة آلات الـ NIR. بس رح شوف فيكم بهيدا الصفحة انه هيدا المؤشر ما بيساعد بولا شيء الخبازين، ما عنده ولا قيمة للخبازين. هيدي الدراسة اللي عملناها جمعنا 150 عين الطحين جايين من 14 دولة مختلفة. هيدول ال 150 عين الطحين عملنا تجارب خبز عليهم، استعملنا التجربة المخبرية اللي اسمها السبونج اندو، اللي هي تجربة مخبرية أمريكية. بنفس الوقت هيدول ال 150 عين الطحين عملنا لهم تحليل لنسبة البروتينات. نتائج اللي حصلنا عليهم حطيناهم بهيدا الرسم البياني، فحطينا الحجم الخبز اللي طلع معنا بالتحليل المخبري بالنسبة لنسبة البروتينات. إذا منطلع على الصلة بين الحجم وبين نسبة البروتينات، يعني الصلة اللي معطيه هون بمربع الR، منلاقي قوة الصلة هي تقريباً 16 على مقياس 100. يعني الصلة كتير ضعيفة بين حجم المنتج النهائي ونسبة البروتينات. إذا منطلع بشكل معمق أكثر، إذا بناخذ في عدة مطارح فينا نثبت نسبة البروتينات، مثل هون رح ناخذ هيدول النقطتين الحمر، يعني عندنا نوعين من الطحين، عندنا نسبة البروتينات تقريبا هون هي تقريبا 12%. بنشوف انه مع نفس نسبة البروتينات في عندنا إمكانية نحصل على حجم خبز عالي ب 2353 ملليلتر، وبنفس الوقت في بمرحلة بتجربة ثانية بنحصل على حجم خبز واطي تقريبا 1825. إذا بنطلع بطريقة ثانية هلا بنثبت حجم الخبز، في عندنا كثير مطارح إذا أخذنا حجم الخبز تقريبا 2100 فينا لحتى نحصل على هيدا الحجم فينا نستعمل
طحين عنده نسبة بروتينات واطية 9%، وكمان فينا نحصل على نفس الحجم إذا استعملنا طحين عنده نسبة بروتينات 17%، يعني تقريبا الضعف. فمن هون بنستنتج أنه مؤشر نسبة البروتينات هو مش فعال، مش كافي لضبط جودة الطحين والتنبؤ بمواصفات المنتج النهائي، وأيضا يعني ضبط مواصفات المنتج النهائي. يعني بأكثر الأحيان إذا بنستعمل مؤشرات كمية رح نوصل لخلاصات مضللة، يعني رح نوصل لهون نقول فينا نضبط بنسبة البروتينات، بس مثل ما شوفيتكم بالأرقام نسبة البروتينات مش ما عندها الصلة القوية مع مثلا حجم الخبز النهائي. فإذا هون نستنتج إنه إحنا هيدول الأربع المؤشرات اللي نحطه بالمطاحن الإيطالية المبنيين على مؤشرات كمية مش كافيين لضبط جودة الطحين ولا ضبط جودة المنتج النهائي. نحن بحاجة لمؤشرات نوعية مش بس كمية. رح أعطيكم بعض الأمثلة للمستعمل اليوم للحصول على مؤشرات نوعية. بعتقد في عدد كبير منكم سمع عن آلة الفارينوغراف اللي هي مستعملة بنطاق واسع، لأنه بتسمح بتعطي بتعمل تحليل نوعي لمؤشر البروتينات بالطحين. يعني آلة الفارينوغراف فيها بتعطي مؤشرات نوعية عن نسبة امتصاص المي بالطحين، عن الوقت الكافي لتطوير العجينة، عن استقرار العجينة، وعن ضعف العجينة. يعني هون الفارينوغراف بيعطي مؤشرات نوعية عن البروتينات، يعني هيدي شيء زايد بالنسبة للمؤشرات الكمية. خلينا نشوف هلأ إذا هيدي المؤشرات النوعية رح يكون عندها تأثير إيجابي على ضبط الجودة والتنبؤ بمواصفات المنتج النهائي. بنفس الدراسة اللي شوفيتكم إياها على نسبة البروتينات، أخذنا 150 عين الطحين وعملنا لهم فحص على آلة الفارينوغراف، ومن بعدها أخذنا مجموعة النتائج المؤشرات النوعية، يعني امتصاص المي، الاستقرار، الضعف العجينة، والوقت تطورها، وتنبأنا بحجم المنتج النهائي. النتائج اللي حصلنا عليها، فرسمنا الحجم اللي طلع من التجربة المخبرية والحجم اللي انعطى بواسطة آلة الفارينوغراف. إذا بنطلع على قوة الصلة بين التجارب المخبرية ونتائج الفارينوغراف، خلونا نطلع على مربع الـ R، بنلاقي أن قوة الصلة هي تقريبا 45 على مقياس 100، يعني هي أفضل بكتير من نسبة البروتينات. يعني عندنا أول دليل أنه مؤشرات النوعية هي أهم بكتير من مؤشرات الكمية مثل نسبة البروتينات، وهي فإذا فينا نستنتج أنه مؤشرات النوعية هي بتمكننا نعمل ضبط لجودة المواد الأولية الطحين وضبط للمنتج النهائي، يعني ما يصير فيه تضليل بالخلاصة. كتير منيح. هل بس هيدي المؤشرات النوعية اللي بتركز على البروتينات بقلب الطحين هي كافية فعلا نعمل ضغط لجودة المنتج النهائي؟ ما بعتقد، بعتقد فينا نعمل أفضل. إذا نطلع على طحين، طحين هو مكون دقيق. بقلب الطحين في عنا عدة مكونات، يعني بقلب الطحين مش بس البروتينات،
في عندي قسم منه تقريبا بين 10 لل 15 او 20% بروتينات، بس كمان بقلب الطحين راح يكون عندي نسبة معينة من الألياف، راح يكون عندي نسبة من الأنزيمات من الفيتامينات، راح يكون عندي نسبة معينة من الدهون، وأخيراً راح يكون عندي نسبة كتير عالية من النشا. تذكير سريع، نسبة النشا بالطحين هي بين 70 لل 75%، فهيدي المكون، لكن فينا نستنتج انه رح يكون عنده بيلعب دور كبير. مش بس النشا، هي مجموعة كل هيدول المكونات، يعني البروتين الالياف والانزيمات والنشا والدهون، رح يكون يلعبوا دور كبير بخلال عملية الخبز، وراح يكون عندهم مواصفات مختلفة خلال عملية الخلط والتسخين وخلال عملية التبريد. خلوني هلأ أنه أعملكم تعريف على آلة الميكسولاب. آلة الميكسولاب راح تقدر تساعدكم هون نطلع مؤشرات نوعية لمجموع مكونات الطحين، يعني للبروتينات والنشا والألياف والأنزيمات والدهون. هيدي آلة الميكسولاب رح تخلينا نشوف تأثيرهم لهيدول المكونات خلال عملية الخلط والتسخين وخلال عملية التبريد. فإذا نحن إذا عملنا ضبط لمؤشرات النوعية خلال كل هالمراحل، خلط تسخين تبريد، منكون الأقرب لعملية الطبخ بالمصانع الكبيرة. فإذا رح شوفيكم بهيدا الفيديو السريع أنه بتجربة مخبرية وحدة بالميكسولاب رح نحصل على كمية كبيرة من المؤشرات النوعية اللي بتسمح لنا ضبط جودة المنتج النهائي وضبط جودة الطحين. رح نشوف سوا كل الفترات، كل المؤشرات اللي راح تطلع من الرسم البياني تبع آلة الميكسولاب. فبأول فترة خلال عملية الخلط على البارد، الميكسولاب راح يعطينا مؤشرات نوعية عن البروتينات، هون بتتمثل بتطليع نسبة الامتصاص المي واستقرار العجين. مثل ما بنشوف هون الآلة بالميكسولاب، يعني أول فترة هي شبيهة بالفارينوغراف لأنه بنستعمل على 30 درجة، بس مع الميكسولاب راح نبلش نسخن، يعني بعد 8 دقائق مثل ما عم نشوف هون ميزان الحرارة عم بيصير عم بيعلى عم نسخن. بس نسخن الميكسولاب راح يعطينا مؤشرات نوعية أكثر بكثير من الفارينوغراف، راح يعطينا مؤشرات نوعية على البروتينات، على النشا وعلى الألياف. هيدي المؤشرات النوعية راح تكون دغري مرتبطة بمواصفات المنتج النهائي، يعني المؤشر اللي بنطلعه هون بنسميه السيتو، راح يكون مرتبط بشكل سريع بالحجم الخبز النهائي، راح يكون مرتبط بتشكيلة الخبز، يعني بنوعية الفتات بداخل الخبز، وخلال عملية التسخين أيضا هون راح يعطينا الميكسولاب مؤشرات نوعية على حركة الأنزيمات بهيدي المنطقة. فهيدي حركة الأنزيمات هي مرتبطة بشكل سريع بلون المنتج النهائي، يعني هل لونه أحمر كتير أو لونه أبيض، يعني مثل الخبز العربي في بعض الأحيان عندنا وجه أحمر ووجه أبيض، وبعض الأحيان ما يكون كتير محمر الخبز. فهيدا كله مرتبط بحركة الأنزيمات اللي راح نكتشفها مع الميكسولاب. بآخر مرحلة بخلال عملية التبريد، الميكسولاب هون بيعطينا مؤشرات نوعية عن صلابة النشا اللي هي مرتبطة بشكل سريع بكمية أو بوقت حفظ المنتج النهائي. للتوضيح بشكل سريع، التجربة المخبرية مع الميكسولاب اليوم هي اسمها شوبان بلاس.
هيدي التجربة المخبرية، في عنا خمس مراحل لدرجات الحرارة. يعني إذا بنطلع على هيدا الرسم البياني، المراحل درجة الحرارة هني مرسومة هون باللون الأحمر. عنا أول منطقة بنشتغل على 30 درجة 8 دقايق، بعدين بنسخن يعني مشان نصير مثل عملية الطبخ للخبز، بنسخن على 90 درجة. عندنا المرحلة الثالثة بنبقى على نسبة 90 درجة، نرجع منبرد للخمسين، المرحلة الرابعة، والمرحلة الأخيرة بنبقى على الخمسين درجة لنبرد العجين. مثل ما قلت، هاي بالرسم البياني راح يعطينا هو تغير الكثافة بالنسبة للوقت وبالنسبة لدورات التسخين والتبريد. يعني راح يطلع معنا الرسم البياني الأزرق. من وراء هيدا الرسم البياني الميكسو لابرا يعطينا عدة مؤشرات نوعية. يعني أول مؤشر هو نسبة امتصاص الماء مثل الفارينوغراف. عندنا مؤشر الخلط، يعني الوقت الكافي لتطوير العجينة استقرارها. ومن هيدي الفترة ببلش يعطينا مؤشرات نوعية جديدة، يعني مثل تماسخ البروتينات بهيدي المنطقة. عندنا بعد هيدي المنطقة عندنا جلتنة النشا، عندنا حركة الأنزيمات بهذه المنطقة، وعندنا صلابة النشا بمنطقة التبريد. طيب، في بعض الأحيان في أشخاص بعملهم ملتزمين يستعملوا أو يضلوا محافظين على المؤشرات النوعية اللي أربع الخمس مؤشرات النوعية اللي بتطلع مع واسطة بواسطة آلة الفارينوغراف. يعني برجع بذكر إن المؤشرات امتصاص الماء، الوقت الكافي للتطوير، الاستقرار، ضعف العجيني ونسبة ضعف العجيني. في حال كنتوا بهذه الحالة ما فيش مشكلة، اليوم مع آلة الميكسولاب في تجريب مخبري خصوصي اسمه تجريب الفارينوغراف اللي بياخد 30 دقيقة. وهيدا التجريب مع الميكسولاب بيقدروا يعطيكم نفس نتائج الفارينوغراف. يعني انتم اليوم اذا ملتزمين يطلع عندكم مؤشرات فارينوغراف ما فيش مشكلة. اذا بدكم تستعملوا الميكسولاب في تجربة خاصة اسمها ميكسولاب فارينوغراف. في دراسة، يعني هيدا التجربة الفارينوغراف مع الميكسولاب بتشارك ببرنامج الكفاءة اللي بينعمل بالبي بي اي بفرنسا. يعني بتشارك ببرنامج الكفاءة والمقارنة مع بقية أدوات فارينوغراف. والنتائج اللي بتطلع اللي طلعها البي بي اي، يعني مش شوبان، النتائج اللي بتطلع معنا هون إنه آلة الفارينوغراف وآلة الميكسولاب بالخلاصة هي إنه بيعطوا نتائج متكافية، يعني نفس النتائج إذا عم نستعمل الميكسولاب وإذا عم نستعمل الفارينوغراف. هيدي خلاصة معطية من البيبيا. اليوم كمان فينا بعض الأحيان إنه نسمع أشخاص بيقولوا الميكسولاب هو مثل لكن صار بشكل بديل للفارينوغراف. هيدي الخلاصات هي خاطئة كتير، لأنه في حال من نزل الميكسولاب بس على منطقة الفارينوغراف فهون لكن نخسر كل الفوائد تبعولها الآلة الجديدة، يعني كل فوائد التسخين والتبريد. فهيدي ما لازم، هيدي الخلاصة ما لازم نتقبلها، لأنه عم نخسر كل الفوائد الجديدة اللي حطينا بهيدي آلة الميكسولاب. رح أعطيكم مثل عملي لنقارن الآلتين. إذا اليوم مثلا هل أنتم تستعملوا الخليوي، يعني آخر آلة خليوي الآيفون لنقول، بنفس الطريقة اللي كنتوا تستعملوا فيها أول آلة خليوي حصلتوا عليها من وقت ما بلشت تليفونات الموبايل، يعني مثل النوكيا، بعتقد الجواب الكلنا بنقول لا. يعني إذا بنعمل مقارنة اليوم فينا نقول مثلا آلة الآيفون وآلة النوكيا اثنيناتهم بخلونا نحكي نعمل مكالمة هاتفية. هيدا الشيء مزبوط. اليوم مثلا فينا نعمل مقارنة ونقول
الميكسولاب والفارينوغراف بخلونا نطلع نتائج امتصاص المي والوقت الكافي لتطوير العجينة، ثبات العجينة وضعف العجينة. هذا شيء مزبوط. اليوم كمان كلنا بنعرف انه استعمالات الايفون عنده فوائد كثير بالنسبه لاله النوكيا القديمه. هيدا يعني اليوم نستعمل الايفون اذا بدنا نعمل اذا بدنا نكون ندور على معلومات على الانترنت على جوجل، او اذا بدنا نكون عم نتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، او لعد التطبيقات للتنظيمات، ولا في كثير استعملت للايفون. يبقى اليوم عندنا نفس المقارنة بين الميكسولاب والفارينوغراف. اليوم الميكسولاب بيخلينا نحصل على مؤشرات نوعية أكثر، وحدة هون لنشوف تمسخ البروتينات اللي ما بنشوفه مع الفارينوغراف، لنشوف جلطنة النشا، لنشوف حركة الأنزيمات، ولا نشوف تصلب النشا اللي بيأثر على الوقت لحفظ المنتج النهائي. فمن هون اليوم نستنتج انه هيدا خطا كثير كبير نقول انه هي آلة الميكسولاب لن تيجي تحل محل الفارينوغراف. هي مش بس هيك، هي بتعطي مؤشرات نوعيه اكثر بكثير، اللي هيدي المؤشرات النوعيه بتساعد لضبط جوده القمح، لضبط جوده الطحين، ولضبط جوده المنتج النهائي. بهيدي المرحلة من الندوة تبعولي، بهيدي المرحلة الثانية، خليني لكن هلأ شو فيكن بطريقة عملية كيف اليوم فينا نستعمل آلة الميكسولاب لنخفف، نرجع لهدفنا الأساسي، لنخفف من عدد التجارب الخبز المخبرية اللي هي بالعادة هي مكلفة وطويلة. مشان هيك اليوم نقيت ثلاث دراسات. بالطبع إذا في حاجة مرة تانية فينا نشوف دراسات أطول بكتير. اليوم اشتغلنا بأول دراسة مع مصنع فرنسي بيصنع بسكوت. هيدا المصنع كل سنة بعد فترة الحصاد بيجمع كل عينات القمح اللي موجودة بفرنسا وبيعمل لها تحليل ليشوف إذا أي نوع من القمح هو عنده كفاءة أو عنده تقييم جيد لصناعة البسكوت، وأي قمح ما عنده تقييم جيد. فمثل ما بتستوعبوا هون، لكن يعني بعنيتها بفترة زمنية قصيرة بعد الحصاد، هالمصنع عنده مئات العينات لا يعمل لهم تحليل على تجربة المختبر السريعة، ولا يشوف كيف بيعملوا تقييم على المنتج النهائي. فهيدا بيزيد عليهم ضغط شغل كتير. هيدا المصنع كمان اللي معروف عنه انه بيلتزم بصناعة منتج نظيف بنسميه، يعني ما في عنده امكانية يستعمل محسنات اذا كان في شيء غلط. فمنشان هيك هون بالنسبة لإله تنقية نوع الطحين اللي بيعطي اداء جيد للمنتج النهائي هو شيء كتير مهم. فهو راح يشكل راح عنده يعني بيعطي أهمية كتير لتنقية الطحين المناسب. طيب شو عملنا هلا؟ شو عمل هيدا الزبون مثل ملاحظات؟ خلال فترة التجارب المخبرية بنى ملاحظات على نوعية القمح اللي حصل عليها. قدر يرتب هالعينات القمح بثلاث أنواع. عندنا النوع الأول من القمح اللي سميه هو القمح الجيد، يعني وقت بيعمل التجربة المخبرية لصناعة البسكوت بيعطي منتج سميه بالنهاية جيد، يعني عنده قسم من القمح قدر يصنفه بجيد. عنده خلال عملية الحصاد وتجميع العينات لقى كمان أنه في عدد كبير من العينات للطحين ما بيعطوا المنتج جيد بخلال صناعة البسكوت، يعني بيعملوا مشاكل بالعجينة، بيعملوا مشاكل بخلال عملية الطبخ. فالقسم الثاني سميه أنه العينات السيئة. والقسم الثالث اللي حطوا أنه هون هيدي نوع من العينات عندها إمكانية تمشي منيح، بس في بعض الأحيان بده يعمل تعديل بخلال عملية الصناعة.
فلكن عندنا من جد برجع بعيد، عندنا نوعية القمح الجيد، نوعية القمح السيء، ونوعية القمح اللي بحاجة لبعض التعديلات. طيب كيف نحن هون كشوبان تكنولوجي وبواسطة الميكسولاب قدرنا نساعد هيدا المصنع ليخفف من عدد التجارب المخبرية على البسكوت؟ اللي عملناه مع هيدا الشريك، عملنا تحليل الشوبان بلس يعني مع الميكسولاب لكل عينات الطحين. ف نعم شو فيكم بهيدا الرسم البياني اللي هون على اليمين الاعلى، هي النتائج اللي طلعت للثلاث انواع من الطحين، يعني عندنا الرسم الازرق والاحمر والاخضر. من وراء النتائج اخذنا مؤشرين للنوعيه. اول مؤشر هو نسبة جلتنة النشا، والمؤشر الثاني هو نسبة امتصاص الماء. من وراء هيدول المؤشرين يعني رسمنا الجلتنة بالنسبة للماء، قدرنا نقسم بين العينات الجيدة والعينات السيئة. يعني اليوم قدرنا نشوفي لهيدا الزبون انه العينات الجيدة هي هون مرسومة باللون الأزرق، بشكل عام عندها نسبة امتصاص واطي ونسبة جلتنة عالية، وهي مفصولين بشكل تماما يعني ما فيش أي شك عن نسبة العينات، عن العينات السيئة اللي عندها نسبة امتصاص كتير عالية ونسبة جلتنة واطية. يعني قدرنا اليوم نسهل عمله لهالمصنع ونفصله هالنوعين الجيد من السيء. فضل عنا اللي القسم اللي بالنص اللي هو ممكن يكون جيد إذا عملنا بعض التعديلات. فاللي القرار اللي أخده هيدا المصنع إنه هو قدر قسم أو قدر يقلل نسبة التجارب المخبرية على القليلة للعينات الجيدة ولا العينات السيئة، فركز كل أهمية شغله اليوم على العينات الموجودة بالنص اللي هي عنده شك حواليها إذا بتمشي أو ما بتمشي أو بحاجة للتعديلات. فالفكرة لكن الأخيرة اللي بدي وصلها أنه اليوم الميكسولاب والتجارب الخبز، التجارب المخبرية على البسكوت، هني بيشتغلوا سوا، يعني هني وجه واحد لعملة واحدة، وجهين لعملة واحدة. فاليوم هني ما اشتغلوا بعكس بعضهم، هني الميكسولاب اليوم إجا عمل تخفيف لعدد التجارب المخبرية على البسكوت، يعني ما بقى في ضرورة لنعمل على اللون الأزرق واللون الأخضر. اليوم هيدا الزبون صار عنده 50% من شغله صار مركزه على الطحين اللي عنده شك عليه. فبهيدي الطريقة قدرنا نختصر عدد التجارب المخبرية على البسكوت. بالدراسة الثانية رح شوفيكم كيف قدرنا اليوم نستعمل الميكسولاب لنعمل تنبؤ لحجم الخبز الأخير وضبط جودة المنتج النهائي. فهون بعدنا عم نحكي عن نفس الدراسة، يعني هدفنا هو عمل حساب للحجم الخبز النهائي على تجربة السبونج اندو الأمريكية. مشان هيك مثل ما ذكرت بالقبل أخذنا 150 عينة من القمح من 5 قارات وجاي من 14 دولة. بخلال هذه الدراسة عملنا تجارب مخبرية غير السبونج اندو، بس اليوم رح نركز بس على هذه التجربة الأمريكية. للتوضيح أكثر، يعني مثل ما ذكرت أخذنا جمعنا عينات القمح من أنحاء العالم، عينات القمح طحنناها بواسطة مطحنة المختبر اللاب ميل، حولنا كل العينات لطحين، وبعدين الطحين قسمناه لقسمين، قسم عملنا فيه تجربة خبز مخبرية يعني سبونج اندو، يعني عملنا فيه هيدا الخبز الأجنبي، والقسم الثاني عملنا عليه تحليل الشوبان بلاس بواسطة آلة الميكسولاب. من بعدها عملنا عملية إحصاءات، وهدفنا نشوف إذا دمجنا كل المؤشرات النوعية اللي عايطينا إياها الميكسولاب، هل فينا نعمل تنبؤ لنتائج حجم الخبز الأجنبي؟ هيدا هو هدفنا كان. ف
فاليوم الهدف راح نحط كل مجموعة المؤشرات النووية تبعه للميكسولاب لنشوف قوة التنبؤ وبالنهاية قوة ضبط حجم الخبز. بعتقد تتذكروا هيدا الرسم البياني اللي شفيتكم اياه باول ندوه، هيدا الرسم البياني حصلنا عليه اذا حطينا المؤشرات النوعيه تبعه للفارينوغراف ورسمنا حجم الخبز اللي طلع معنا بالتجربه المخبريه بالنسبه لحجم الخبز اللي انعطى مع مؤشرات الفارينوغراف. شفنا انه الصله بيناتهم هي جيده بس مش ممتازه، يعني قوه الصله هي 45 على مقياس 100. اليوم اذا منزيد مؤشرات، يعني اذا بنستعمل مؤشرات الميكسولاب النوعيه، يعني راح مؤشرات اللي بتطلع معنا خلال التسخين والتبريد، راح نشوف اذا راح تحسن صلابه الصله. فخلينا نطلع سوا على النتائج اللي حصلنا عليها. اذا بنعمل مقارنه بصريه سريعه بنشوف انه النقط الزرقاء اللي هون صارت قريبه على الخط الاحمر اللي هو هدفنا. اذا بنطلع كمان على الصله بين الحجم الخبز اللي بيعطى خلال التجربة المخبرية وحجم الخبز اللي نعمل له حساب علمي بواسطة نتائج الميكسولاب، بنلاقي انه الصلة اقوى بكتير وقتها بنستعمل الميكسولاب. يعني قوة الصلة اليوم هي 65 على مقياس 100. يعني اليوم بأكد لكم انه المؤشرات النوعية اللي بتعطى بالميكسولاب هي بتقدروا تعمل ضبط لجودة الطحين وبتقدروا تعمل تنبؤ وضبط لجودة المنتج النهائي. يعني هي أقوى بكتير من الفارينوغراف وأقوى بكتير من المؤشرات الكمية اللي حكينا عنها بأول الندوة مثل نسبة البروتينات. إذا نطلع مؤشرات أخرى عملنا لها حسابات، مثلا اذا بناخذ على متوسط الفرق بين الرقم اللي بيطلع معنا بالحجم تبعه للتجربه الخبز المخبريه والحساب اللي انعمل بالميكسولاب والفارينوغراف، بنلاقي انه متوسط الفرق هو اصغر للميكسولاب بالنسبه للفارينوغراف، اللي بيرجع بياكد لنا انه المؤشرات النوعيه تبعه للميكسولاب هني بيقدروا يعملوا ضبط اقوى للطحين وضبط اقوى لجوده المنتج النهائي. بخلال هذه الدراسه الخباز كان هدفه يحصل على خبز عنده حجم 2100 مليلتر زائد او ناقص 100 مليلتر. يعني هو هدفه كان يحصل على شيء أعلى من 2100 مليلتر الخبز. النتائج اللي طلعوا إياها الميكسولاب ساعدوا ليخفف بنسبة 60% نسبة التجارب الخبز المخبرية. ليش؟ لأنه اليوم وقت بيعمل حساب بيعمل فحص للطحين بواسطة الميكسولاب، إذا طلع معه الحجم اعلى من 2200 فهون القباز صار بياخذ قراره ما بحاجه لاعمل الطحين، هو جيد دغري راح يقبله. بالحاله الثانيه اذا الميكسولاب نتائج الميكسولاب طلعت له انه حجم الخبز هي اقل من 2000 مللتر فهون كمان الخباز دغري قدر ياخذ قراره بشكل سريع، ما بحاجة أنا لأقبل هيدا الطحين لأنه مواصفاته ما بتعطي منتج نهائي جيد. فلكن مجموعة التجارب هون تحت الألفين وأعلى من الألفين هي 60%. اليوم الميكسولاب قلل عدد التجارب المخبرية لهيدا الخباز، صار هيدا الخباز بحط كل قوته على هيدي المنطقة اللي هون اللي عنده شك حواليها، فهون بيعمل ل 40% من العينات لكن تجارب مخبريه على الخبز. راح شوفيكم هلا اخر دراسه بهيدي الندوه. بهيدي الدراسه راح شوفيكم كيف فينا نستعمل الميكسولاب لنعمل تطوير
لا طحين جديد ما فيش بقلبه جلوتينات، وهيدا الطحين الجديد يعني رح يستعمل لصناعة المافن أو لصناعة المسمية الكعك. يعني اليوم هيدي عم نعمل تركيبي للأشخاص اللي هن حساسين على الجلوتينات. بذكر أنه هيدي الدراسة انعملت بشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك، وكانت هي قسم من مشروع دكتوراه للتلميذ، بخلال هذه العمل الجامعي استعمل الميكسولاب. هدف لكن هون هذا الطالب هو تركيب خلطة جديدة لدقيق خالي من الجلوتينات، بس بنفس الوقت هيدا الطحين الجديد لازم يعطي مواصفات تريولوجية شبيهة بالقمح، ومواصفات المنتج النهائي لازم تكون كمان شبيهة بالمنتج النهائي اللي متعودين عليه الزبائن مع القمح. فالأهداف كتير عالية هون لهيدا الطالب. طيب خلال هذا المشروع لكان هيدا الطالب قسم المشروع لثلاث مراحل. يعني أول مرحلة هو كان هدفه يعمل هيدي الخلطة الجديدة للطحين الجديد اللي ما في بقلبه جلوتينات، استخدم أنه هدفه كان يعمل نسخ لشيء معروف على طحين القمح. في هيدا العمل برجع بذكر أنه هدفه كمان بما أنه هيدا مشروع جامعي كان يعمل يستعمل مواد أولية نظيفة بنسميها clean label. هدفه الثاني كمان يستعمل مواد أولية مثل البازيلا والأنوب، والهدف الثالث كان يتأكد أنه هل في ضرورة ليستعمل أنواع متعددة من النشا ومن الصمغ بشكل عام. إذا نطلع على المنتجات المافية جلوتين بكل الأحوال نستعمل هون النشا والصمغ، كان هدفه ليتأكد هل فعلا في حاجة لزيتهم أم لا. فهيدا التلميذ عمل تركيبة الطحين الجديد كلها بواسطة الميكسولاب، يعني كل العمل الكبير عمله على الميكسولاب. بهيدي الفترة خفف تجارب الخبز أو الكعك المخبرية، ووقتها لقى حاله أنه ركب الطحين الجديد. بهون انتقل على المرحلة الثانية، أكد التركيبة من خلال عمله بعض التجارب الخبز المخبرية على الكعك. آخر مرحلة بدراسته هو كمان أكد من المواصفات الغذائية، من تأثير الألياف، وإذا من تأثير ارتفاع نسبة السكر بالدم بما أنه عم يستعمل مواد جديدة. خلينا نطلع على نتائج اللي حصل عليها نتائج الميكسولاب. هون بهيدا الرسم البياني معنا نتائج المواد الأولية اللي استعملت، يعني باللون البرتقالي عندنا نتائج طحين القمح، باللون الأخضر عندنا نتائج اللي طلعت معه من استعمال بروتينات الأنوب، وباللون الأزرق طلع معه نتائج البروتينات البازيلا. فنطلع هدول الرسوم البيانية، يعني الكثافة العجينة خلال الخلط التسخين والتبريد، منلاقي انه بروتينات البازيلا بشكل عام بيتميزوا بامتصاص نسبة امتصاص مي كتير عالية، بس العجينة عندها استقرار كتير واطي بالنسبة لطحين القمح أو بالنسبة للأنو. الوقت نفسه إذا منطلع على بروتينات الأنوب منشوف أنه الأنوب عنده نسبة امتصاص واطية، بس العجينة عندها استقرار أعلى. فمن وراء هذه النتائج لكن هذا التلميذ لقى أنه إذا بعمل خلط بين البازيلا والأنوب راح أقدر أحصل على شيء مشابه للطحين القمح. شو عمل؟ لكن خلط 80% من بروتينات الأنوب مع 20% من البروتينات البازيلا، فطلع معه هيدي النتائج تبعه للخلط، يعني هون باللون الأخضر الفاتح اللي بنشوفه انه الرسوم البيانية تبعه للخلط الجديد والقمح هن بتشبه بعضها. في عنا بس الكثافة أعلى للخلط الجديد،
فهيدا بإمكانه يصلحها إذا زاد نسبة مي أعلى، بتوطي الكثافة وبنقرب بوقت أكثر لرسم البينة تبعو طحين القمح. خلال دراسته هيدا الطالب لكن مثل ما قلنا عمل تجارب على تأثير النشا وتأثير زيادة الصمغ، لأنه ما فيش بحاجة، ما عندهم أهمية تكنولوجية لزيادة. عمل كمان تجارب خبز مخبري مثل ما قلنا بالمرحلة الثانية على كعك، فحسب الاختبارات لأنه الكعك من نعمل بواسطة الدقيق الجديد أو الطحين الجديد عنده مواصفات مشابهة بالكعك اللي كان يعمل مع طحين القمح. فخلاصة هيدي الدراسة اليوم لكن الميكسولاب أكد لهالتلميذ أنه في إمكانية، لكن في هي تركيب طحين جديد بلا جلوتينات كان سهل، استعمال الميكسولاب قلل عدد التجارب الخبز المخبرية. بنفس الوقت التجارب الحساسة أو المواصفات المنتج الحساسة مثل الشكل والطعم والنعومة بيّنت أنه ما فيش فرق بين المنتج البلا جلوتين والمنتج المتعود المستهلكين عليه مع طحين القمح. إذا نطلع هلأ على الخصائص الغذائية، نتائج الميكسولاب بيّنت أنه ما فيش حاجة لزيادة النشا أو لزيادة الصمغ، يعني ما عندهم أي تأثير تكنولوجي. بنفس الوقت الخصائص الدراسات الغذائية بيّنت أنه مع استعمال الطحين الجديد فعنا نسبة الألياف صارت أعلى، ونسبة نسبة السكر بالدم ما ارتفعت بعد ابتلاع المنتج النهائي. فبالنهاية الخلاصة أنه اليوم مع الميكسولاب هيدا التلميذ قدر يقلل عدد التجارب المخبرية وركز كل جهده ليعمل تجارب وقت الطحين الجديد تكون. رح نوصل لكن على ختام الندوة اللي شفناه اليوم، اللي شفتكم اياه ببداية الندوة، انه اليوم المواصفات المؤشرات اللي بنت من فترة هي بنت على مبنية كانت على الحبوب، هي أكثر مؤشرات مبنية على الكمية مثل ما حكينا نسبة البروتينات، نسبة الرماد، نسبة الماء. فما فيش مؤشرات اليوم، المطاحن مش ملزمين يعطوا مؤشرات نوعية مثل ما شوفينا بالفارينو أو بالميكسولاب. مؤشرات كل المؤشرات النوعية تبعوا الميكسولاب. المؤشرات اليوم الملزمة بشكل عام بنلاقي أنه في حاجة لينعمل تجارب خبز مخبري لا نتأكد أنه الطحين هو جيد، ولا نتأكد أنه المنتج النهائي هو عنده خصائص بتلبي التوقعات. اليوم شو هو العرض تبعولنا؟ العرض تبعولنا أنه نغير تفكيرنا شوي، نفتح آفاقنا ونهتم، نطلب من هالمطاحن اليوم يهتموا بالمؤشرات النوعية. اليوم شفنا أنه الميكسولاب هي أفضل آلة لتعمل ضبط لمجموعة المؤشرات النوعية للطحين، وبالنهاية لتعمل ضبط لجودة المنتج النهائي. اليوم شفنا أنه الفارينوغراف هو بيعمل ضبط للمؤشرات النوعية بس بيركز بس على البروتينات. الميكسولاب بيعطي صورة كاملة لكل المؤشرات النوعية بقلب الطحين، يعني بيعمل ضبط لمؤشرات للبروتينات، للنشا، للألياف، للأنزيمات وللدهون. يعني كل المؤشرات بيعطي عدد كبير من المؤشرات مثل نسبة امتصاص الماء، تصرف البروتينات، تصرف النشا وتصل أو تراكبهم بين بعض. اليوم شفنا أنه الميكسولاب بعدد كبير من الدراسات سمح لتقليل نسبة التجارب المخبرية،
ساعد بالدراسة الثالثة مثل ما شفناها لتركيب طحين جديد بلا جلوتين، وشفنا أنه اليوم في إمكانية لنشوف تأثير المحسنات بواسطة الميكسولاب بكل المراحل، الخلط، التصخين والتبريد. اليوم آخر شغلة أنه هو العرض تبعولنا الميكسولاب هو مش ليأخذ مطرح التجارب الخبز المخبرية، هو ليشتغل إيد بإيد مع هذه التجارب ويخفف من عددها، بدل ما كل نعمل فحص مخبري طويل ومكلف لكل عينة طحين توصل على قلب المصنع. وبهذا أنا بختتم لكن ندوة تبعولي. هلأ صرت أنا جاهز لأخذ الأسئلة تبعولكم. ما تترددوا، لكن إذا في بعض عندكم أسئلة لتكتبوهم بالـ question and answer، المربع الـ question and answer، وإذا كمان حابين تعملوا دردشة على الشات. راح أحاول أطلع على الأسئلة الموجودة. عندي أول سؤال: كيف فينا نعمل تجربة مخبرية بالميكسولاب pour chaque article؟ peut-être j'ai pas bien compris pour qu'est-ce que c'est pour chaque article mais c'est ce que اللي شفناه. كيف فينا نعمل تجربة مخبرية بالميكسولاب لكل نوع يمكن من الطحين إذا اللي في استوعبت؟ اليوم اللي شفناه بأول دراسة مع هذا المصنع الفرنسي كان نفس التجربة المخبرية اللي شوبان بلاس، هي كانت كافية لتعمل تصنيف لكذا نوع من الطحين. يعني كان عندنا طحين جيد للبسكويت هو اللون الأزرق، والطحين السيء اللي طلع معنا اللون الأخضر، يمكن هذا نوع الطحين الأخضر بيناسب للخبز. وشفنا أنه هيدا نفس التجربة المخبرية ساعدت لتشوف تحليل للعينات القمح اللي عندنا شك عليها. فالجواب هون أنه بعتقد هيدا التجربة المخبرية الشوبان بلس هو كافي، بس في حال بدنا نغير التجربة، نغير الاشياء، نعمل تعديلات بالتجربه المخبريه بالميكسولاب، فينا نغير السرعه، فينا نغير الوقت، فينا نغير درجات الحراره، كله هيدا فينا نعمل تعديلات للتجربه المخبريه. هيدي انه بالامكان نعملها، بس الافضل تحدثوا معنا، اعملوا كونتاكت مع الايميل تبعولي وبنشوف اذا بحاجه لنعمل تعديل للتجربه قبل ما نبلش بتغييرات كل التجارب. السؤال اللي بعده: قديش، شو هي كميات الانزيمات اللي لازم نحطها بالطحين وشو هو هدفهم؟ بصراحة هون في عندي بويتونات، يعني ليكون صريح ما بدو أنا أعطي الكمية، بس الميكسولاب اكيد رح يشوفينا تاثير كل انزيم على سلوك العجينه خلال عمليه الخلط التسخين وخلال عمليه التبريد. الكميه هي لازم نحن نقارنها، يعني لازم نحط نجي نعمل تحليل لكذا كميه من الانزيمات لنقول اذا حطينا 1% 2% 5% او 10%، نعمل لهم تحليل ونشوف تاثيرهم على الميكسولاب، بنفس الوقت نعمل لهم على تجربة خبز مخبري ونشوف أي وحدة اللي بتعطي المنتج النهائي اللي عنده المواصفات المطلوبة. فهون عم نحكي أكثر بتطوير وتركيب خلطة جديدة بهيدا السؤال. شو هو الفرق بين الخميرة الجافة واللوفان على الـ على الـ على المواصفات الريولوجية وجودة الخبز؟ اللي فينا نقوله انه اليوم
رح يكون سرعة شغلهم على مكونات الطحين. فيمكن في وحده مثلا يمكن الخميره تكون اسرع من اللوفان، فراح تجد تعمل تاثير اكبر على العجينه، يعني تجي يمكن تزعزع استقرار العجينه، يمكن تعمل تاثير اكثر على انتاج الغازات، ويمكن تعمل اكثر تاثير على البروتينات اللي بيحبسوا الغازات. فحسب اني حسب قديش سرعه عملهم، هيدا بده يؤثر مثلا يمكن على حجم الخبز، اذا كان اذا قوه الخميره كثير عاليه يمكن نعمل انتاج غاز كثير قوي، وفي حال انه كان شبكه البروتينات قويه يمكن هيدا الغاز يبقى بقلب الخبز، فبيطلع معنا هدفه، يطلع معنا خبز عالي. في شغله ثانيه مثلا نقول اذا كان الخميره مثلا سرعتها كثير قويه بس ما عندنا بروتينات قويه ليحبزوا الغاز، فيمكن هون وقت نعمل عمليه التسخين الخبز يوقع بقلب الفرن ويطلع معنا حجم خبز واطي. فمجددا هون كمان هيدا السؤال هو اكثر عن التركيب، يعني اي افضل تركيبه او اي افضل خلطه جديده ليطلع معنا منتج نهائي. افضل شيء هو بينعمل مثل ما حكينا عن الانزيمات بالقبل، نعمل مقارنه بين الخميره الجافه واللوفان، ونعمل لهم تحليل بالميكسولاب ونشوف شو بيعطوا اي نتائج بتجربة الخبز المخبرية، وعلى هيدا الاساس بنشوف شو بننقي وشو هو التأثير عليهم. السؤال اللي بعده، شو هو الفرق بين الفاينوغراف والالفيوغراف؟ والله هو فرق كتير كبير، هن اثنين يعني صح هن الالتين فينا نقول انه بيركزوا على عمل تحليل لنوعيه البروتينات، بس بالالفيوغراف مثل ما قلنا هون بنعمل فقيعه رح نشوف اهميه العجينه لتكون هي مطاطه وعندها مواصفات مثل الرصو، مثل ترجع على إلاستيك. فكل هذه المواصفات فينا نشوفها بالألفيوغراف لنشوف قوة العجينة. يعني صح بنركز على البروتينات بس بنعمل له فحص بطريقة مختلفة عن الفاينوغراف اللي هو بس بيخلط الطحين مع الماء وبيشوف نسبة الامتصاص، بيشوف استقرار العجينة. فاثنيناتهم بجد بيركزوا على البروتينات، بس الألفيوغراف إذا بدنا نقول هو بيروح لأبعد بالتحليل، يعني بنطلع أشياء عن الاكستنسبيليتي، الالاستيسيتي، الفيرمنس، والعمل لازم كميه الخلط لازم تنعمل على العجين. شو السؤال اللي بعده، شو هو دور الالياف على جوده الطحين وعلى جوده الخبز؟ كمان هون انه الالياف مثل ما حكينا، مثل ما شفتكم بالندوه عن الميكسولاب، شفنا انه مع الفاينوغراف ما فينا نشوف مثلا ما عندنا مؤشر نوعي لنشوف تاثير الالياف، مع الميكسولاب فينا نشوفه. الالياف بشكل عام راح يلعبوا دور كبير بامتصاص المي، اوكي؟ راح كمان يلعبوا يعني كل ما كان نسبه الالياف عليت كل ما نسبة امتصاص الماء راح تعلى. هيدا بطريقة مباشرة راح يرجع يأثر لكن على المنطقة اللي راح نشوفها بالميكسولاب، هو صلابة العجينة بالنهاية، يعني هيدي آخر مرحلة بعملية التبريد. يعني على الطحين راح يأثر انه راح يمتص يكون عندنا امتصاص عالي، على الخبز رح يكون يتأثر علينا بكيف الفوتات على قلبه، رح يكون نسبة مي رطوبة عالية ويمكن تكون الفوتات بقلبه يكون كتير كثيف مثلا. السؤال الأخ اللي بعده بالشات، شو هو هدف المحسنات على الجودة الريولوجية للعجينة؟ بقى مثل ما قلنا المحسنات بقى هي لتجي
تعمل تغيير بمثلا بنسبة امتصاص المي، استقرار العجينة، يمكن نسبة جلتنة وتمسخ البروتينات، فكل هيدا بيأثر المحسنات رح تيجي تأثر على كل هاي المؤشرات، يعني على كثافة العجينة خلال الخلط والتسخين والتبريد، وبالنهاية رح يعملوا تأثير على مواصفات المنتج النهائي. بعتقد رح نوصل على نهاية الأسئلة. عندي سؤال هون، كيف فينا مثلا، هون السؤال، كيف فينا نستعمل، كيف فينا نوظف مثلا كل المؤشرات النوعية اللي بيعطيها الميكسولاب من سي 1 وسي 1 وسي 2 وسي 4 5 لحتى نعمل صلة مع جودة الخبز؟ هون الجواب سهل، وهي أفضل طريقة نعملها إنه ناخد عينات الطحين بتعطي أداء جيد لصناعة الخبز، وعينات طحين تانية بتعطي أداء سيء لصناعة الخبز. رح نعمل لهم تحليل على الميكسولاب، نفس الوقت رح نعمل لهم تحليل لصناعة الخبز. العينات اللي بيعطوا مواصفات جيدة للمنتج النهائي رح نستعملها لنكون الأرقام، لنكون مثل ما بنسميه المنطقة التارجت بروفايل بوسط سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 وسي 5. و للمرة الثانية وقت بيجونا طحين جديد فينا مثلا نجي نفحصه ونشوف إذا الأرقام تبعول السي 1 للسي 5 بقلب هيدا المنطقة الخضراء، فمعناته يعني احنا هون فينا نتنبأ بجودة الخبز الجديد، يعني فينا نقول انه هو بقلب المنطقة الخضراء، يعني اذا بعمل الانتاج راح يكون عندي راح يكون عندي المنتج منيح. هلا بالنسبة للعينات اللي مش منيح فينا نستعمله كمان بهالطريقة، يعني نبني المنطقة الخضراء ونجي نشوفهم اذا كل هيدول العينات اللي مش منيح بيطلعوا برات المنطقة، منطقة التارجت زون الخضراء. عندي تقريبا سؤالين بعد بالنسبة للخبز. اوكي، هيدا كمان نفس السؤال، يعني عم بيحكيني هون الاخ انه في عنده خبز التوست يعني البان بريد، كيف فينا نربط مؤشرات النوعية تبعه الميكسولاب مع جودة الخبز النهائي؟ برجع بعيد الجواب هون، الأفضل طريقة هي ناخد مثل ما قلنا 10 عينات طحين بيعطوا يعني 10 عينات طحين عملنا لهم تحليل على الخبز بيعطوا خبز جيد، نرجع بنعمل لهم تحليل على الميكسولاب، بنرسم هيدي المنطقة، منطقة الراحة بنسميها، يعني المنطقة قديش هن الأرقام بين قديش وقديش بيتغيروا، فهيدي المنطقة الراحة رح نستعملها مثلا المرة الجاية وقت بيجينا طحين جديد نجي بنفحصه ونشوف إذا هو موجود بهذه المنطقة الخضراء، إذا موجود بهذه المنطقة الخضراء بعمل الصلة دغري وبشوف إنه بستنتج إنه المنتج النهائي رح يكون جيد، إذا كان برات المنطقة الخضراء بستنتج بسرعة إنه المنتج النهائي رح يكون عنده رح يكون عندي مشاكل بمواصفات المنتج النهائي. بعتقد هيدا قبل اخر سؤال. اوكي، هون في عندي سؤال، في كذا سؤال بهذا السؤال، يعني هون يمكن في طلب لعمل ندوي ثاني لنشوف كل الاستعمالات الميكسولاب، صح اليوم ما ركزنا على كل التجارب المخبريه، بس رح اعطي جواب سريع، مثلا شو بيطلع معنا من البروتوكول التجربه المخبريه اللي بنسميها باك دامج، والبروتوكول بنسميه الويكسو. الباك دامج هي تجربه مخبريه، اذا في عندك شك انه القمح كان بخزن بطريقه مش سليمه، يعني نعمل له تسوس او انفستيشن اذا فينا نقول للقمح بهون، لكن نسبة أو نوعية البروتينات والنشا وكل المكونات تغيرت، فهيدا الباك دامج، هيدا البروتوكول بنسميه بروتوكول تجربة الباك دامج، راح يجي يفحصنا ويشوف إذا القمح
كان عمله انضرب بالسوس او ما انضرب بالسوس، يعني هذا بس لحتى يعطينا فكره اذا كان القمح مخزن بطريقه سليمه ام لا. فاللي راح نشوفه هو انه اذا في تغير بالكثافه، يعني رح نعمل خلط لثلاث دقائق، نعمل فتره راحه خلط لثلاث دقائق ونشوف اذا الكثافه تغيرت، يعني بنستنتج انه كان القمح متخزن بطريقه غير سليمه. بالنسبه للبروتوكول الويكسون بنسميه، هو طريقه سريعه في حال، يعني هي بتستعمل باكثر بامكنه التخزين القمح، يعني بيوصل لهم القمح بدهم يعرفوا نوعيه القمح اذا جيده ام لا، يعني بيعرفوا نوعيه اذا جيده من وراء ارقام متعودين عليها. هيدا البروتوكول هو الطريقه السريعه، بيمشي على يعني بنطحن القمح، بنستعمل الطحين الكامل وبنعمل البروتوكول اللي مدته 8 دقائق، وبيعطي بيتنبأ بنتائج الالفيوغراف، يعني هيدي كمان برجع بتجدد عليها، ما بيحل محل الالفيوغراف. الويكسو بيعطي تنبؤ للالفيوغراف، اوكي؟ يعني هيدا ليعطي فكره سريعه وبس لنقبل او نرفض القمح، يعني هل جوده القمح هي فعلا منيحه او اذا بعيده، مثل ما شفنا هون باليوم بثلاث دراسات، يعني ليعمل تنبؤ سريع. اذا القمح منيح بخزنوه، اذا القمح مش منيح بخزنوه. في حال بخزنناه فينا نعمل بعدين البروتوكول الستاندارد تبعو الالفيوغراف. هون عندي اخر سؤال، شو الفرق بين الكونسيستوغراف والفارينوغراف؟ بعتقد الاثنين البروتوكول هن بيركزوا على نوعيه البروتينات، يعني عم نعمل تقييم لنوعيه البروتينات. الكونسيستوغراف هن دايتون بيعملوا خلط للعجينه، راح يطلع لنا الكثافه بالنسبه للوقت، فشبيهين ببعضهم. اليوم الكونسيستوغراف بيعطي نسبة امتصاص الماء، والفارينوغراف بيعطي نسبة امتصاص الماء. فبعتقد إذا عندكم الكونسيستوغراف أكيد ما فيش بحاجة لا تستعملوا الفارينوغراف. بالطبع هدول نسبة امتصاص الماء بس الأرقام شوي متغيرين لأنه الآلات مش نفسها. فأنا وصلت لآخر سؤال، ما بعرف إذا بعد عندكم أسئلة. ما ترددوا تسألوا أسئلتكم. رح أطلع على الوقت، بعتقد قطعنا الوقت بكتير. فأنا اليوم كنت سعيد لأتحدث معكم، شكرا جزيلا لكن مجددا على انضمامكم لهذه الندوة. مثل ما قلت، هذه الندوة بسلسلة من الندوات، يعني بشهر حزيران رح يكون في ندوة ثانية رح أحكي فيها على تلزيق العجينة خلال عملية الصناعة وتأثيرها، شو هو المكون اللي بيؤدي لتلزيق العجينة، يعني رح نحكي عن النشا المحطم، ورح نشوف شو رح يكون عندها تأثير على خلال عملية الصناعة وتأثير على المنتج النهائي. فأنا بشكركم كثير، ما تترددوا تسألوا أسئلتكم، رح أرجع شوف فيكم عندنا الكونتاكت هون على سيلز at KPM Analytics، وفيكم تحكوني تتواصلوا معي على الايميل تبعولي. هيدا الفيديو راح ينبعث لكم مع كل ندوة فيها. شكرا جزيلا ومع السلامه.